بسم الله الرحمن الرحيم. بيان رقم 2، نظرا لانتهاء المهلة الممنوحة للمؤتمر الوطني العام لغرض تدارك إجراءاته المتعمدة بإقراره أحكام إقصائية ضمن قانون انتخاب الهيئة التأسيسية دون أي استجابة عليه، فإن المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا والمجلس الأعلى لطوارق ليبيا والتجمع الوطني التباوي بليبيا يعلن عن بدء تنفيذ إجراءات العصيان المدني في كافة المناطق الواقعة في نطاق هذه المجالس اعتبارا من الساعة 8:00 صباحا من يوم الأربعاء الموافق 24/7/2013، على أن تكون بداية التنفيذ الإجراءات المبدئية التالية: أولا، جعل راية الدولة في وضع مقلوب رأسا على عقب. ثانيا، مقاطعة الانتخابات البلدية. ثالثا، مقاطعة المؤتمر الوطني العام وما يصدر عنه. رابعا، بدء المظاهرات والاعتصامات بكافة المناطق. خامسا، وضع شارة سوداء وإبرازها في كافة المظاهر والأشكال. المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، المجلس الأعلى لطوارق ليبيا، التجمع الوطني التباوي بليبيا، صدر في طرابلس يوم الثلاثاء الموافق 23/7/2013. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.